اي انواع الغرور، وده هيفصل لنا المسألة اكتر واكتر واكتر باذن الله تبارك وتعالى، ويخلينا نفهم اصلا ايه المرض ده. تعالوا مع بعض مع العنصر المهم في درس النهاردة، وهذا العنصر اسمه صور وانواع الغرور. اول صورة من صور الغرور او اول نوع من انواع الغرور هو الاغترار برحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ايه الاغترار برحمة الله سبحانه وتعالى؟ هو في مكان شغله بيرتشي وبيأكل أموال الناس بالباطل، ولما نسأله ونحذره ونخوفه ونقول له يا أخي اتق الله هذا لا يرضي الله، يقول لك يا شيخ ربنا ربنا غفور رحيم، يا شيخ ما تضايقهاش علينا ورحمتي وسعت كل شيء، يا شيخ حرام عليك وربنا عز وجل غفور رحيم. فهذا الإنسان اغتر برحمة الله فعمال يعمل ذنوب في الأرض. الإنسان ده نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعياذ بالله. راقصة بيقولوا لها طب أنت مش عارفة أن اللي أنت بتعملي غلط، التعري وإظهار المفاتن والكلام ده، أنت مش عارفة أن ده غلط، مش عارفة أن ده حرام؟ تقول أنا عارفة أن ده حرام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، فربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. فبيفضل الإنسان من هؤلاء عنده مرض الغرور، هو مغتر برحمة الله سبحانه وتعالى، والاغترار ده وصله في النهاية إنه عمال ينتهك محرمات وينتهك معاصي ويقع في موبقات. والسبب في ده مرض اسمه الغرور. هو بيقول ربنا غفور رحيم، وده اللي ربنا قاله لنا في سورة الحديد، قال ربنا تبارك وتعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم. يعني فتنتم أنفسكم؟ عملتوا معاصي وعملتوا ذنوب ووقعتوا في كبائر وتربصتم، معنى تربصتم مع فعلكم لهذه الذنوب ما تبتم وما رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى، وغرتكم الأماني، قال أهل التفسير فعلتم الذنوب وما تبتم منها وقلتم إن الله غفور رحيم، وقلت إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. كارثة كبيرة جدا، كارثة كبيرة جدا، إن أنا في يوم من الأيام أعمل موبقة وأقول أن هتوب فربنا يغفر لي، كما فعل أخوة يوسف، وده من مرض الغرور اللي وقع في قلوبهم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إحنا نقتل يوسف والكلام ده، وبعد كده نتوب بقى وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وربنا يغفر لينا، وربنا سبحانه وتعالى يرحمنا، وربنا غفور رحيم. ودي الصورة الأولى من صور الاغترار، إن الإنسان يغتر برحمة الله سبحانه وتعالى، ودي من أسوأ صور الغرور على الإطلاق، وهي إن دلت فإنما تدل على مدى حمق صاحبها، كما قال معروف الكرخي رحمة الله عليه: رجاؤك لرحمة من لا تطيع، أو رجاؤك لرحمة من تعصي، من الحمق والغباء. ان انت عمال تعصيه وتتجرأ عليه وتقول اصله يغفر لي، تقول يعني ربنا غفور رحيم وانت متجرأ على معصية الله، متجرأ على معصية الله. بنت من البنات كانت تابت وبعتتني ورقة في احد الدروس بتكلمني عن سبب توبتها وسبب وقوعها في المعصية. البنت والعياذ بالله كانت بغي، نسأل الله السلامة والعافية وان يهديها وان يثبتها على الطريق. فبتقول ان من اعظم الاسباب، وهي بقى بتقول ان الرساله دي للشباب وللبنات، بتقول ان من اعظم الاسباب اللي خلتها وقعت في كبائر وكبائر ورا كبائر وكبائر ورا كبائر، السبب في ده كله ان هي كانت دايما تقول اصل ربنا غفور رحيم. كانت والعياذ بالله تزني وتفسد كثير من الشباب والكلام ده، وتقول اصل ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وان ربنا سبحانه وتعالى سيرزقني التوبه بعد ذلك. بتقول لحد ما في يوم من الايام صاحبتي اللي كانت ماشي معايا في نفس الطريق وماشي معايا والعياذ بالله في نفس الفساد، وهي تزني جاءها نزيف شديد، نقلوها بسرعة المستشفى. أول ما وصلت المستشفى من شدة النزيف دخلت في غيبوبة، قعدت 15 يوم وماتت. فقالت لا، الموضوع مش موضوع مغفرة ورحمة، أنا لو فضلت على لنا علي، ما هي صاحبتي دي كانت برضو بتقول ربنا غفور رحيم، وفي لحظة ماتت والعياذ بالله، وهي على آخر عمل فعملته وهو الزنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فكانت بتقول احذروا من الذنب ده، ده ذنب كبير، ذنب إن أنا في يوم من الأيام أعصي ربنا وأقول أصل ربنا عز وجل غفور رحيم،
أصل ربنا سبحانه وتعالى يغفر ويرحم، أصل هو سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. لا لا، مش كده، مش التصور ده. الله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وربنا سبحانه وتعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. طب التصور ده فين؟ ما احنا قلنا الغرور مبنى على الجهل، فهو الإنسان لما بيصاب بهذا النوع من أنواع الغرور ما بيبقاش عنده التصور ده لجهله، لجهله. فإذا أول نوع أو أول صورة من أنواع الاغترار أن يغتر الإنسان منا برحمة الله سبحانه وتعالى، بمغفرة الله سبحانه وتعالى، وأسماء الله الحسنى اللي ماشي على نفس الصورة دي، المغفرة والرحمة ونحو ذلك. لا يا أخوانا، خدوا بالكم إن هذا اسم اغترار، وليس هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ليس هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تجينا الأماني